الله إليك. يقول السائل: نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية، تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية. نعم، هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ويشمل ذلك من كفر بالله جادا وقاصدا، ويشمل من كفر بالله هازلا ولاعبا وساخرا، ويشمل من كفر بالله خائفا، ويشمل من كفر بالله مكرها فاطمئن قلبه بكفر، لأن الله تعالى لم يستثني من الكفر إلا من قالها إلا من فعل كفرا مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. وبين سبحانه وتعالى أن ما عدا هذا الصف من الناس فإنه يكون كافرا لأنه مستحب للحياة الدنيا على الآخرة. فمن قال لا، فمن كفر بالله قاصدا فقد استحب الدنيا على الآخرة، ومن كفر بالله هازلا فقد استحب الدنيا على الآخرة لأنه لو حظا، ومن قال لا إله إلا الله خائفا فقد استحب الدنيا على الآخرة ولم يحظ في الآخرة، ومن قال لا إله إلا الله مكرها واطمأن قلبه فقد استحب الدنيا على الآخرة. ولهذا لم يثبت الله عز وجل إلا من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين الله سبحانه أن من عداه فإنه إنما فعل ذلك لأن له حظا من حظوظ الدنيا، ذلك بأن تحب حياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فلا يهديهم الله لكفرهم وما لا يهديهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هناك فعل الإكراه في القول، يقولون الآية تأتي الإكراه في القول فقط، وأما الفعل فلا إكراه فيه. لا، الصواب أنه لا فرق بينهم. ما دام أن الإكراه هو الجهل، الاختيار له فيه. يعني الله يحسب على رقبته ويقول اسجد السلام والا قتلناه، لكن في فعل اذا استطاع ان انه مثلا يقصد في مثلا بعمله وجه التقرب لله فلا بد فانه ينبغي له، فمثلا اذا سجد السلام لانه يسجد لله، لانه لا يملك له قدر وينبغي السجود لله. وتكون صورة السجود الصلاة وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من معنى أطمئن القلب. فإذا نطق بالكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره، وإذا فعل الكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره، لا يغري به السجود الصلاة. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب؟ جزاكم الله. نعم. موالاة الكفار والمشركين إذا كان تولي لهم فهذه ردة، تولي المشركين كفر وردة، وهي محبة الكفار، محبتهم بالقلب وينشأ عن النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. وإذا تولى الكفار وأحبهم بقلبه ونشأ من ذلك النصرة والمساعدة فهذا كفر وردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه تقاه. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تولي الكفار ردة، لأن التولي هو أصل التولي محبة القلب، ثم يجعل هذا النصرة والمساعدة بالمال والسلاح أو بالرأي. أما الموالاة كبيرة من التولي، وهي معاشرة الكافر وصدقته والميل والركون إليه ومساعدة أيضا الكافر الحربي من أجل أنواع المساعدة،
ولهذا ذكر العلماء قال ان الحساب لو ساعدهم ببري القلم او في مناوله كذا يكون هذا مولى من الكبائر الذنوب. هذا الكافر الحاضر. اما الكافر الذنبي الذي بينه وبين المسلمين فهذا شيء اخر لا بد من الاحسان اليه. لكن الكافر الحربي لا يساعد اي شيء. المقصود ان التولي على رده وهي المحبه وهي سعاده المساعده. اما الموالاه والمعاشره والمصادقه بغير مثلا ما يرده ان ياتي لولاه الامور من الرسل وما اشباههم ما تدعو الحاجه اليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم. الله عليك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وتفصلتها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، نصيحة لطلبة العلم العناية بطلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس العلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الإمام الشيخ محمد بن محمد الوهاب وأئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله له رسالة محمد الوهاب في كفر تارك التوحيد وفي المستفيد من كفر تارك التوحيد وتلاوة كلمة النافعة في المفسرات الواقعة لابنها الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد الوهاب. وابن القيم له مؤلفات كثيره في هذا وشيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي بين كثيرا من ذلك. والعلماء في كل مذهب حنابله والشافعيه والمالكيه والاحناف يزودون في كتب الفقه باب يسمونه باب فقه المرتد وهو الذي يكفر بعض الاشياء ويذكرون انواع من الكفر قوليه وفعليه واعتقاديه. فينبغي لطلبه العلم ان يرجعوا اليها يرجعوا الى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من أنواع الأحلام كتبوا في كتاب الفقه المرتد أنواعا كثيرة قد يوصلونها إلى 400 مكتبة. ومن ذلك ذكروا أن من أنواع الكفر تصوير المفسد أو نصر على المسجد أو مسجد. فينبغي الطلبة أن يراجعوا في هذا. والدرر السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين انواع الكفر. المصادر المراجع متوفره الحمد لله. نعم. لاحظ انه يقول: ليس هناك تكفير للمعين مطلقا. هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه اذا قلت ومن قلت عن الحجه كفر بعينه. ولا معناه لا يكون نحن كافر. من قامت عن الحجه الكافر يكفر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهة يكفر وين ولا عنده شبهة تزال الشبهة هي أصلت أنه يكفر. نعم. الله لك. قول السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟ هذا سبق الكلام عليه فأن الأصل أنه لا يعبر إذا كان يعيش بين المسلمين وبلغت الدعوة. لكن إذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فإنه يزال عن شبهه ويبين. والأصل أنه لا أن هذا إنما هو في أهل الفترة. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعيش بين المسلمين فإنه غير معلوم. ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عن عناية. في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يدعو هذا وإنما يدعو عن إصرار وعناية. نسأل الله السلامة والعافية. الله يعافيك. هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم. نعم، اذا كان يحبه المدين هذا اما اذا كان محبه طبيعيه مثلا لانه قريب لها او كذا او لاجل مال او ما اشبه ذلك يكون اذا كان احبه لدين هذا الكفر والاحسان. نسال الله اليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مساله العذر بالجهل. مساله العذر بالجهل بين العلماء رحمه الله حصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية وذكر أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن قصير رحمه الله وغيره من أهل العلم وذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية. وخلاصة البحث في هذا أن الجاهل فيه تفصيل
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم فليس معذورا، لا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل. والجاهل الذي يريد أن الحق غير الجاهل الذي لا يريد الحق. الجاهل قسم، القسم الأول جاهل يريد الحق، والنوع الثاني جاهل لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق غير معلوم، حتى ولو لم يسبق، لو لم يصل العلم، لأنه لا يريد الحق. والنوع الثاني جاهل يريد أن يعلم الحق، فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل العلم فهو معلوم. المقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا يسأل، أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم، هذا غير معلوم. أما الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين، القسم الأول جاهل لا يريد الحق، هذا غير معلوم. الثاني جاهل يريد الحق ثم بحث عن الحق ولم يحصل عليه، فهذا معلوم. يرجع إلى التفصيل هذا. هناك فرق بين المسائل التي تخفى العادة وبين المسائل التي لا تخفى، مسائل التوحيد. نعم، يعني الجاهل، الجهل الذي يعذر في الجاهل إنه لا يعذر في الأشياء الواضحة، من العلماء الأشياء الواضحة والظاهرة في كل أحد، إنما الجاهل الذي يعذر في المسائل التي تخفى على مثله وجه هذا الأرض. أما الأشياء الواضحة ما في، لو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا فلما عثر قال إنه جاهل لا يقبل منه، لأن الأمر واضح، التعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه، أو عبد السلام وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا يقبل منه، لأن هذا الأمر واضح لا يقبل منه دعوة الجاهل. لكن لو أسلم كافر في مجتمع الربا يتعامل بالربا ولا يرى إلا الناس يتعامل بالربا ثم تعامل بالربا وقال إنه جاهل، هذا مثله نعم، هذا مثل وجه هذا. أو نشأ في بلاد بعيدة في بادية ولم يسمع وليس عنده وسائل، هذا معلوم. أما إنسان يفعل أمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فلا يعلم، لا بد أن تكون مسألة دقيقة، تكون مسألة خفية تخفى على مثله. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهلها أن يسرقوه وجمع أهله هنا فلما حضرته الوفاة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبلنا في الصحيحين وفي غيرهما أن هناك رجل كان مسرفا على نفسه وكان له أولاد، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأهله وقال أي أب كنت لكم أثروا خيرا، فقال إنه لم يبتئ خيرا، يعني لم يعمل خيرا قبل، وقال إنه إن بعثه الله ليعذبنه عذابا شديدا، فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ويطحنوه ثم يضروه في البر. وفي بعض روايات الحديث أن يضروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال لئن قدر الله علي لئن بعثني الله ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا به ذلك. وفي الحديث أن الله قال الله للبر أمر الله البر أن يجمع ما فيه وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فقال الله له قم فإذا هو إنسان قائم، فقال الله ما حملك على ذلك؟ قال ربي خشيتك فما تلافى أن رحمه الله. هذا الحديث من كلام لأهل العلم، بعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا، وأجيب بأجوبات، ولكن أصح ما قيل فيها ما قرر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل إلى هذه الحالة. فالرجل غير مكر للبعث وغير مكر لقدر قدرة الله، ويعلم أنه لو ترك ولم يحرق ولم يشتق أن الله يقدر، يعتقد هذا وأن الله يقدر عليه، لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذر أنه يفوت على الله ولا يفوت تحت القدرة،
والذي حملوا على ذلك ليس هو العناد وإنما الذي حملوا على الجهل مع الخوف السبع أمرات جهل بخوف عظيم فغفر الله له فلو كان عالما ولم يكن جاهلا يعلم ولو كان معالجا لم يعلم لكنه ليس معالج ليس معالجا ولا عالم انتفع عنه العلم وانتفع عنه العناد فاجتمع الأمرات الجهل والخوف العظيم فرحمه الله وغفر له هذه أمر مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.